هذا هو حال قاعة العلاج هنا في قرية ذرع الطين ببلدية مروانة غرب ولاية باتنا. تشققات وتصدعات على الجدران ومخاوف من انهيارها في أي لحظة. ذا يا إلا اللامجي واللامجي أش كتاع ذي قربة ذيراب ها الحيوط نجقن كل شيء يخص ذيس ما كان حتى حاجة اللي راهي موجودة هنا. والحل نطالبوا بالسلطات المعنيه تدخل باش يديروا لنا لامجي واحد اخر. هاك تشوف بعينك اللامجي رايح يطيح الفوق فوق الكاميون تاع الوسخ حشاك الماء اللي يصبوا كله فوقه رايح يريب. هاك تشوف بعينك هذه هي اللي يجي يدير برا يلقى لا سخانه لا والو يهرب يروح للمسرق. فبالإضافة إلى خطر انهيار هذا المرفق الصحي فالنقص الفادح في الخدمات الصحية مشكلة أخرى أرقت حياة سكان قرية ذرع الطين. السما غير شمل المدة على بركي ما ماشي قرا كيسكنوا في خديمين. لو كانت في داخل كارطون ناتي مثلا تسكنوا بريمي داخل قيم ثمين فهم داين غموح شي السما كيشغل ظن نطور خير لا وبعد ذلك أمر لا داير سيدي كيسكنيت ولي تلقى شوال وديال سيدي ولادي يروح زيت مارتيني اللي ماكش تروح كاين ها شي نتايا تيسكنو تروح انت كيهندي مسرى فوفيلاج بعد فينا قريب 3 كيلو تروح غير مروان ونشين هانشين غير نغلى مجيدة ونحرم الزيت. وضعية تدفع المرضى للتنقل مسافات طويلة فقط من أجل أبسط الخدمات الصحية في انتظار تحرك السلطات المعنية لحل هذا المشكل الذي بات يؤرق سكان قرية ذرع الطين.